للحديث عن الموضوع من جدة ينضم إلينا الدكتور خالد محمد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي أستاذ في جامعة الفيصل. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا ما مدى تأثير تواجد ميليشيا حزب الله في لبنان بأفعاله هذه على استقرار الأمن والسياسي خاصة خلال المرحلة المقبلة؟ بالنسبة للبنان ما في شك أنه هو دمر هذا البلد الجميل الذي كان قد تعافى بعد الحرب الأهلية على يد الشهيد رفيق حريري، الذي استطاع أن يعيد بناءه ويعيد إنشاء مؤسساته المالية والأمنية والعسكرية، ويجعله بلدا سياحيا، بلدا جاذبا للاستثمارات. كل هذا تم تحقيقه خلال 10 سنوات فقط. الآن بعد اغتيال الحريري بدأ التدهور في الاقتصاد اللبناني، وبدأ الارتهان لسياسة إيران ولسيطرة الحزب حزب الله عليهم، وأنا أسميه حزب الله، فاسم لفظ الجلالة أعظم من أن يرتبط بحزب إرهابي كهذا. والنتيجة ما وصلنا إليه أنه لا تستطيع الحكومة أن تنتخب رئيسا للدولة، لا يمكن الوصول إلى انعقاد للبرلمان، ظل منصب الرئيس ورئيس الوزراء وزير ورئيس الدولة شاغرا لسنوات، كل هذا حتى يفرضوا مرشحهم هم، وهو الرئيس الحالي ميشيل عون، ويفرضوا تسوية. حتى التسوية هذه لم يلتزموا بها، لأن كان فيها النأي بالنفس عن الخلافات العربية. هذا الوضع الذي انتهينا إليه سيدتي. طيب دكتور، أنت حدثنا عن نزع السلاح من الحزب، كيف يمكن نزع السلاح من حزب الله وتحويله إلى حزب سياسي؟ هل فقط بموجب اتفاق الطائف أم هناك وسائل سياسية دولية أخرى؟ وما تأثير تحويله إلى حزب سياسي على لبنان والمنطقة؟ هو أنشئ أساسا كحزب إرهابي في عام 1983 على يد نظام الخميني، وكان الهدف أن يكون فرعا للحرس الثوري في المنطقة العربية، ومقره الرئيسي في الضاحية الجنوبية في بيروت لبنان. ولذلك كان هو الفريق الوحيد الذي لم ينزع أو يسمح بنزع سلاحه، واستمر تمويله وتزويده بالأسلحة المتقدمة حتى أصبح أقوى من الجيش نفسه ومن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في لبنان. لا أحد داخل لبنان يستطيع أن ينزع سلاحه، والحل الوحيد هو أن يتلقى ضربة موجعة اقتصادية مالية سياسية دبلوماسية وأيضا عسكرية، حتى يكون أمام خيارين: إما أن يسلم سلاحه ويصبح حزبا سياسيا، أو أن يعني يحاصر حتى يقضى عليه. في حال تم ذلك أو لا دكتور، كيف يمكن الحد من تدخلات حزب الله وبالتالي إيران، سواء كانت في اليمن، البحرين، سوريا، العراق، وتأجيج للصراعات الداخلية في تلك الدول؟ أنا أؤمن بأنك يجب أن تتوجه إلى رأس الأفعى لتضربها، أما قطع الديل فالديل ينمو بدله ديل، ورأس الأفعى إما في الضاحية الجنوبية أو في طهران. بما أننا لا نستطيع الوصول إليه في طهران، فالأقرب إلينا أن نصل إليه في الضاحية الجنوبية وأن يقطع هذا الرأس، وبالتالي يصبح بقية جسد الحية ميتا. أما مجرد العلاج بالمسكنات أو بالمواجهة هنا وهناك فهي قد تساعد بعض الشيء، وفي بعض الأحيان تقويه لن تعطيه الخطرة التالية المطلوبة. شكرا جزيلا لك، حدثنا من جدة الدكتور خالد محمد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي أستاذ في جامعة الفيصل، شكرا جزيلا لك.